طبعا البرزنتيشن دي عن من شركة نيسان نفسها، أصلا هي اللي منزلاها، تمام، بتتكلم عن شغل السيارات النيسان بصفة عامة، وبتتكلم عن جزئية النيسان ليف، ايه التكنولوجيز اللي موجودة فيها. فهتلاقي هنا ليف اوفر فيو، يعني هو بيتكلم هنا عن الموديل اللي هو السيارة النيسان ليف. طيب وبعدين اتكلم عن الليثيوم باتري ديفلوبمنت ات نيسان. ولذلك كل شركة يا اخوانا قبل ما تقول انا هعمل سيارة كهربية، تمام، بيبقى لها بيسموه ار ان دي، ريسيرش اند ديفلوبمنت تيم. يعني انا ممكن اجيب 20 واحد من الناس اللي هم العلماء زي ما بيقولوا كده، ودكاتره ومهندسين، عشان يبداوا يشتغلوا على فكره البطاريات. فهو بيعمل تيم وبيعمل تكنولوجي خاصه بيه هو، لان مش واحد راح يستثمر 70 مليار عشان يصنع بس عربيه، تمام. فهو عشان يعمل موديلز اكتر، وكل موديل هيبقى له سعر، فلازم كل شويه يلعب في الكونستراكشن او التكوين. يعني انا اقول لك لا والله، هو لازم يبقى له تكنولوجي، يبقى له تطوير خاص بيه. فهو بيتكلم هنا عن تطوير البطاريات الليثيوم ايون من شركه نيسان. هتلاقي شركه فورد عامله مثلا تكنولوجي خاصه بيها، شركه مش عارف بي واي دي عامله تكنولوجي حطاها في الاي 6 وعامله مش عارف وبعدين بيتكلم عن الليثيوم سيستم ديزاين اند سيفتي. احنا قلنا في محاضره الليثيوم ايون باتري اخطر حاجه في بطاريات الليثيوم، تمام، ان انت ما تعملش عليها كنترول، اللي هي تسخن، تسحب امبير عالي، الجهد يزيد، الجهد يقل، الكلام ده كله شرحته في المحاضره اللي فاتت ومتسجل، ارجع له، تمام. فاحنا هنا ناخد تطبيق على بطاريات الليثيوم ايون من نيسان ليف، في السياره النيسان ليف. طيب الليف اوفر فيو، تعال بقى نشوف اي عربيه بنقرا الداتا بتاعتها ازاي. طبعا انت ملاحظ هنا في السيارات الكهربائيه مفيش الجزء بتاع التبريد، الشبكه اللي هنا، عشان طبعا انا ما عنديش راديتور اصلا. يعني لو انت فتحت السياره دي كده الكبوت لفوق، هتلاقي الحته دي فاضيه اصلا، بيحطوا فيها الكابلات بتاعت مخزن عاملها، لان الموتور تحت صغير كده، تمام. هبعت لكم فيديوز عن النيسان ليف، تمام، والحته دي فاضيه وبيدخل بس هنا بالشاحن والبطاريات تحت. فلازم انا ابقى يعني ابدا اشوف ايه اللي موجود في العربيه. ثانيا انا هدرس مثلا دلوقتي نيسان ليف في 2010 اول اصدار، وبعد كده عمل لها تحديث في 14، وبعد كده عمل لها تحديث في 17، كل شويه بيزود عليها اوبشنز او بيزود عليها اختيارات جديده، رفاهيات جديده، تمام. فاحنا لازم نبقى متابعين اي عربيه، تشوف الموديلات من اول ما طلعت لحد موديل 23، احنا في 25 نشوف لحد موديل 25. فانت لو فهمت العربيه من اول ما انشاوها مثلا في 2008، في 2010، في 2017، تمام، شوف اول موديل عشان تبدا بعد كده لما تيجي تشتغل في السوق تعرف ايه التطورات اللي بتحصل من 2010 ل 2015 مثلا، او نزلت سياره ثاني مثلا في 2014 وهكذا، تمام. طيب اي سياره ليها دايمنشنز، كلمه دايمنشنز يعني ابعاد، طول وعرض طول السياره كام، تمام، 4 متر 450، تمام، وعرض السياره متر 70، تمام، وارتفاع السياره كده لفوق متر 50. فاحنا دايما هنبص على اي سياره، لان الناس اللي بتيجي تعمل بقى مقارنات وفيديوهات عن السيارات، تمام، واحد رايح يشتري عربيه هو بيهمه ايه؟ هل العربيه طويله شويه، تمام، العربيه عرضها كويس، ارتفاعها كويس. طيب لما اجي ادخل الكلام ده هياثر عندي فين؟ بياثر عندي في الوسع بتاع السياره، هل العربيه دي او السياره دي عائليه، هل تنفع معايا مش عارف في سفر ولا لا، الحجم بتاعها مناسب، ليها اتزان على الارض ولا لا، بيفرق معاه الدايمنشن. طيب السيت كاباسيتي اللي هي الكراسي دي بتشيل كام راكب؟ بتشيل 5 راكب، 5 باسنجرز، تمام. طيب الباور ترين لاي اوت، يعني مين الباور ترين ده اللي هيشد بقى، مين اللي بيدفع السياره او بيشد السياره؟ فرونت موتور. والدرايفر فين بقى، او الدرايف بيبقى ادي هنا تحت، هنا تحت تحت، يعني الكبوت بيبقى تحته هنا حته فاضيه وتحتها الموتور، تمام. فالدرايفر والموتور موجودين جنب بعض. عايزين نركز يا اخوانا، عايزين نركز. اي موتور هيركب معاه كنترولر او متحكم بنسميه درايفر، تمام. اي موتور هيركب معاه متحكم، زي الناس، لو الناس شغاله مثلا في المكيفات المركزيه، تمام، هتلاحظ ان انا في المكيفات المركزيه عندي حاجه بيسموها موتور كنترول سنتر، نفس الفكره، نظام، تمام،
نظام التحكم في المواتير، سواء كان موتور كهربي، سواء كان موتور مكيف، سواء كان سيارة كهربائية، هو في الآخر موتور كهربي. فأنا بعمل حاجة بيسموها درايفر، تمام؟ والدرايفر ده بقدر من خلاله أتحكم في سرعة السيارة والتسارع بتاعها، اللي هو بداية انتقال السيارة من حالة السكون لمثلا لكام كيلو متر أو لكام متر في السرعة بتاعتها، بداية الانتقال بيسموه التسارع، أو بيسموه بالإنجليزي الأكسلريشن. هل العربية بتسرع جامد في بداية الشغل ولا بتاخد وقت عشان يحصل لها تسارع أكسلريشن؟ فاللي أنا عايز أوصله إن الباور ترين أو القوة القاطرة أو اللي بتحمل السيارة بيركب عليها فرونت موتور، موتور تمام في الأول، والموتور ده تمام، الموتور ده الدرايفر بتاعه فين؟ الدرايفر بيبقى جنب الموتور بتاع السيارة الكهربية، فبيسموه فرونت درايفر أمامي. طيب الموتور ده كاتب لي إيه بقى؟ الموتور هاي ريسبونس يعني استجابة عالية، اي سي سينكرونس موتور. ده اللي أنا كنت المفروض هدي عنه محاضرة الموتور، بس قلت خليها بعد ما نشوف الناس تبقى شايفة تطبيق أو شايفة داتا شيت لعربية وتبدأ تسأل نفسها طيب إيه أنواع المواتير؟ طبعا احنا عارفين في اي سي موتور وفي دي سي موتور، تمام؟ يمكن شفنا حته من الشرح احنا وشغالين في الكتاب العربي ده اللي بنشرح منه. فانا عندي دلوقتي لازم ادرس، تمام؟ لازم ابدا ادرس اشوف ايه انواع الاي سي موتورز، ايه انواع الدي سي موتور. واحنا قلنا يمكن المحاضره اللي فاتت كان في حد من حضراتكم سالني، اللي انا بدات افهم ان الدي سي موتور لو هيبقى كبير هيبقى حجمه كبير شويه وفي مش عارف مشاكل وبتاع، فاحنا بنضطر نستخدم الدي سي موتور في الستارتنج بس، زي السيلف، زي ما قلنا السيلف ده دي سي موتور، تمام؟ بيبدا يعمل ستارتنج للموتور الرئيسي. طيب الموتور بتاع السياره الكهربائيه معظمه اي سي بنسبه 99% اي سي موتور. طيب الاي سي موتور ده بقى جوه فيه شغلانه كبيره في المواتير، لازم ندرس مواتير كهرباء، كانك بتدرس مواتير من ايام الكليه بقى ولا الناس اللي بتشتغل في المواتير العاديه. فانت لازم تبدا تدرس انواع الموتورز المختلفه، تمام؟ منها السنكرونايزيشن او السنكرونس موتور بيسموه، الموتور التزامني، تمام؟ فده هنسميه دلوقتي، لسه هندخل في الموضوع ده وهنشوف المواتير دي حته حته ان شاء الله. اي سي سنكرونايزنج موتور. سنكرونس، حد يعرف يعني ايه سنكرونس؟ سنكرونس يعني ايه سنكرونس؟ مزامنة ممكن؟ ايوه يعني ايه مزامنة؟ ما انا مش فاهم كلمة مزامنة بالعربي دي، يعني ما اعرفش يعني ايه اصلا، معناها ايه؟ هسأل حضرتك سؤال، شفت الناس اللي بي 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 بيسجلوا في التلفزيون او احنا لما بنعمل فيديو على اليوتيوب ولا اي حاجة، المفروض بيتسجل الصوت لوحده والصورة لوحدها وبتعمل بينهم تزامن، يعني في بعض الاوقات تكون بتسمع ماتش ولا بتسمع حته من مسلسل ولا اي حاجه على التلفزيون، تلاقي الصوت في بعض الاوقات بيسبق الصوره، صح؟ صح، تمام. السينكرونايزيشن اللي هو التزامن بمعنى اصح، سينكرونايزيشن اللي هو التزامن، ان انا ممكن بخلي اشارتين يبداوا في نفس اللحظه. طب لو واحده بدات دلوقتي والثانيه بدات بعديها بثانيتين ولا بثلاثه، هيحصل حاجه بيسموها ديلي، تاخير. ففكرة السنكرونايزيشن موتور جاية من كلمة سنكرونايز يعني متزامن، هنشرحها إن شاء الله في المواتير، بس أنا حبيت أفهم يعني إيه متزامن أصلاً بالعربي ككلمة. طيب الموتور اللي راكب هنا، أنت بقى لازم يعني البرزنتيشن دي مثلاً 20 سلايد، في بي دي إف تاني فيه أكتر من 300 ورقة ورا بعض اللي هو فيه كل حاجة عن السيارة، بس هو جايب لك الحاجات المهمة دلوقتي اللي أنت تقدر تطلع بيها بمعلومات عامة عن السيارة، لأن ده شرح، تمام؟ فانت بقى تروح، انا هحط الدرايفات دي او البي دي افات دي لكل سياره، انت لو كتبت يوزر مانيوال اي في نيسان ليف هتروح محمل بي دي اف، هعلمك برضو تحمل بي دي افات ازاي من موقع اي شركه، موضوع بسيط يعني. فالاي سي سنكرونس موتور اللي اتحط جوه السياره نيسان ليف ده 80 كيلو وات. انا بقى المفروض المحاضره الاخيره اللي شرحتها اخر حاجه، اللي احنا قعدنا تقريبا 3 ساعات نحكي فين؟ والله احنا دلوقتي هنركب شاحن او هنركب حمل، سواء كان الحمل ده موتور، يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نعرف القدره اللي هي الباور، وقلنا البي بتساوي اي في 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 حاله الدي سي، او البي بتساوي اي في في كوزاين فاي اللي هو الباور فاكتور، او البي في حاله الثري فيز بتساوي جذر 3 في الاي في الفي، وقلنا الفي في السنجل فيز ب 220 وفي الثري فيز ب 380. كنا بنحكي ده كله ليه؟ لان اي موتور هتقيسه بالباور،
وانا قلت في ثلاث صيغ للباور، يا اما البي بالوات او بالكيلو وات زي ما هو جايب لي هنا، او الاس اللي هي القدره الكليه اللي هي بالفولت امبير او بالكيلو فولت امبير، او بيجيبها لك بالحصان اللي هو مكتوب عليها اتش بي او هورس باور. يبقى اي سياره مش هتطلع القدره بتاعت اي موتور لازم تبقى واحده من الثلاثه، يا كيلو وات يا كيلو فولت امبير يا مين يا حصان. واحنا قلنا الكلام ده في المحاضره اللي فاتت، لو اي حد عايز ازود شويه نشرح حته ثانيه على الباور فيش مشاكل، جاهزين. يبقى انا عايزك تركز اي موتور، عشان لما اجي اشرح الموتور الكهربي في حاجات خلاص شرحتها دلوقتي. في موتور اسمه اي سي سينكرونايزيشن موتور، خلاص عرفنا، وان في نوع اسمه سينكرونايز هنشرح بقى الحته وشكله ازاي والروتر والستيتور وايه مزاياه. المهم ان انت لو حد سالك دلوقتي خبرات عمليه نيسان ليف جواها موتور ايه، هتقول له اي سي سينكرونايزيشن موتور. طب القدره بتاعته كام؟ تقريبا 80 كيلو وات. مش هقول لك احفظ، اهي السلايدات معاك والبي دي اف معاك. طيب ده بيديني عزم كام اللي هو التورك. التورك مهم جدا يا اخوانا في السيارات، يعني انت لما بتيجي تطلع مطلع في السيارات المانيوال ما تقدرش تبقى طالع على الثالث ولا على الرابع في المانيوال وتاخد المطلع، صح؟ كنت لازم ترجع على الاول مثلا وترجع، لان الغيار الاول اللي هو بيعمله حاليا الجير الاوتوماتيك، الغيار الاول بيدي لك عزم كبير وسرعه صغيره، اما الغيار الثالث والرابع بيدي لك سرعه عاليه وعزم صغير. انت لما تكون طالع مطلع بتكون عايز عزم، عايز حاجه تشد معاك. فمهم جدا قصه العزم او بنسميها بالانجليزي التورك. التورك دي في السيارات مهمه جدا. التورك عباره عن 280 نيوتن متر، او العزم اللي بيقدر يديه الموتور ده عشان يقدر يجر، تمام، او بيسحب السياره او بيدفع السياره لو هي دفع رباعي، تمام. يبقى احنا اتكلمنا كلمتين كده على السريع في مين؟ في الموتور، لان من اهم المكون من الاخر العربيه الكهربيه هي عباره عن موتور ومتحكم في الموتور وبطاريه والمتحكم في البطاريه، هو ده الجديد. فمهم جدا ان احنا ندرس مواتير بالتفصيل، هندرس. طيب الايتم اللي بعده البطاريات، واحنا قلنا تمام الليثيوم ايون في منها انواع، في نوع اسمه لامينيتد تايب، عشان كده انا جايب ايه؟ انا شرحت يعني ايه ليثيوم، بيتكون اللي احنا سميناها لايف بو ال اي اف اي بي او 4، فوسفات حديد مين؟ الليثيوم. فلازم نفتكر الحاجات اللي شرحتها في المحاضره بتاعت البطاريات لان هرجع لها كل شويه. ففي تكنولوجيا دلوقتي هنسميها لامينيتد تايب، يعني الليثيوم ايون في منه انواع كتير. تاني الليثيوم ايون في منه انواع كتير، الناس يقول لك بطاريات ليثيوم ماشي، وبعدين وعرفنا البارامترز بتاعتها الكهربيه، بس احنا عايزين ندخل في الانواع، ده بيتصنع من ايه وايه ميزته. فواحد يقول لك انا عامل لامينيتد تايب، لامينيتد تايب تمام، هنشوف دلوقتي عشان هو بيتكلم عن اللامينيتد تايب، تمام. سن يعني رفيع، بيعمل شرايح من الليثيوم ايون، تمام، ليثيوم ايون باتري. طيب احنا خدنا اي بطاريه يا اخوانا ليها حاجه بنسميها ايه؟ ها ال 24 كيلو وات اور دي كنا بنسميها ايه؟ حد فاكر؟ الكباستي. الكباستي اللي هي سعه البطاريه دايما بتقاس بالوات اور او بالامبير اور لو انتوا فاكرين، صح؟ احنا قلنا تقاس بالوات اور او بالامبير اور، بالوات اور او الامبير اور. طيب دلوقتي انا هنا البطاريه كام؟ 24 كيلو وات اور. البطاريه دي هي البطاريه الفعليه، البطاريات بتاعت السيارات الكهربيه ما بيقعدوش هم ايه يغير بطاريه ويزود امبيرها او يزود القدره بتاعتها، هي السياره بتنزل بينزل الباك او حزمه البطاريات كلها بتدي لك 24 كيلو وات اور، دي القدره او الكباستي بتاعت البطاريه. حتى لو جيت تغير البطاريه بعد كده بتغير الباك كلها، او لو في سل واحده او خليه واحده او مديول واحد من البطاريات زي ما شفنا خربان هو ده اللي انت بتغيره، بس الباكج كلها اللي بتشغل العربيه دي 24 كيلو وات اور. يهمني ان انت تتذكر الارقام دي. البريكر اللي هو او البريكس عفوا اللي هو الفرامل، كل السيارات دلوقتي بتشتغل، السيارات الكهربائيه كلها بتشتغل ريجنريتيف بريك، اللي هو ايه الفرامل التعويضي بيسموه، تمام، او الكبح التجديدي. يعني ايه الكبح التجديدي بالبلدي؟ ان انت لما بتيجي تهدي بالسرعه او بتمسك فرامل او بتكون نازل مطب بيتحول الموتور الكهربي، تمام، لجنريتور، يعني بتحول لمولد، تمام. يعني انت بتستفيد في فتره البريك
او فتره الفرامل ان انت يعني ممكن تطلع انت العربيه مشحونه مثلا 40% وتاخد لك مطبين ثلاثه كده تلاقي العربيه بقت 60. طب ازاي بقت 60%؟ ده انا طالع كانت مشحونه 40 المفروض تقل ومشيت مش عارف كام كيلو. فلا هو الكبح التجديدي، وده هيبقى له محاضره كامله هحاول اشرح حته منه دلوقتي. البريكس بيسموه، احفظها الكلمه بالانجليزي، ريجينيريتيف بريكنج، تمام؟ طبعا برضو بيبقى له المكابح او زي الفحمات بتاعتنا بتاعت الفرامل دي بتاع السيارات العاديه، فبيسموه ريجينيريتيف بريكنج. معظم البريكس تمام الفرامل بتبقى ريجينيريتيف بريكنج، ان هو بيقدر يستفيد في فتره الفرمله دي ان هو يولد مين؟ قدره كهربيه يقدر يستفيد بيها في الشحن. طيب الكروجل او بيسموه كروزل رينج، ايه ده بقى؟ ان المتوسط بتاعي تمام، بس ده اتعمل المتوسط ده بناء على المود بتاع الشحن والبلد. يعني في اليونايتد ستيت في الموديل اللي هو اسمه ال اي 4 ده تمام، انا اقدر موضوع الشحن يمشيني 160 كيلو. الحته دي بتهم الناس كتير جدا، يقول لك الشحنه الواحده تقدر تمشيني 100 كيلو 150 كيلو 200 كيلو 400 كيلو وهكذا. حتى انا كنت جايب مقال من يومين كده بيتكلم عن في الامارات، واحد عامل دراسه من دبي للشارقه مثلا 150 كيلو، يبقى انا ينفع استخدم سياره كهربائيه مثلا 150 او اكتر 200 كيلو مثلا، يبقى الشحنه الواحده هتوديني من يعني مثلا انا من الرياض للخارج تمام 100 كيلو مثلا، يبقى انا لو جبت سياره كهربائيه شحنتها فل اروح بيها لو انا بروح شغلي من الرياض للخارج وارجع من الخارج للرياض بعد ما اكون شحنتها عادي جدا. فهو بيعمل دراسه بس ان السيارات الكهربائيه تنفع مع الناس في المناطق الفلانيه لو عايز يتحرك من 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 اكس لواي. فانت دايما بتقيس المسافه اللي تقدر تكفيك ليها الشحنه الواحده. طبعا ده كان الموديل القديم، يعني نيسان ليف زادت عن كده بكتير، وصلت في 300 حاليا تمام. فده الموديل القديم اللي كان موجود بيمشيك 160 كيلو. تشارجنج تايم، احنا قلنا التشارجنج تايم ده في عندي فاست تشارج ونورمال تشارج. نورمال تشارج اللي انت بتشحن في وصله في البيت بالجي بي ان دي تمام، تقريبا بتاخد 8 ساعات لو انت بتشحن على 220 فولت تمام. او ال 200 ده طبعا هو ايه في السيارات حسب بقى قيمه الجهد. احنا معظم الشغل بتاعنا في السيارات او في الشحن المنزلي بتبقى الكهرباء 220 اللي هي 230 تقريبا، فبتاخد في البيت تقريبا سبع ساعات. في بعض الدول لان زي ما احنا شفنا في موضوع الشحن، موضوع الشحن في الاي سي بالذات بيعتمد على البلد، شكل الافياش فيها كام، الجهود فيها كام تمام، هل الجهد 110 ولا 220، في ناس الجهد بتاعها 200، في ناس الجهد بتاعها مش عارف. فهو لما زاد الجهد هنا ب 230 عدد الساعات قل تمام. طيب الكويك تشارجنج دي مهمه جدا بقى، لازم تبقى عارفها في اي سياره. لو انا رحت فاست تشارجر، بس تخلي بالك لازم تحدد الدي سي تشارجر كام، لان احنا لما خدنا دي سي تشارجر قلنا والله في دي سي مثلا 15 كيلو، في 20 كيلو، في 50 كيلو اللي احنا شرحنا عليه من اي بي بي لو انتم فاكرين. انا شرحت اي بي بي تمام، فاست تشارجر كان 50 كيلو وات. فبقول لك والله لو الشاحن 50 كيلو وات اقدر اوصل ل 80% من الشحنه بتاعتي في 30 دقيقه. الفول تشارجنج كباستي اقدر اوصل ل 80% من الشحنه، يعني قول مثلا في 35 دقيقه 40 دقيقه ابقى وصلت ل 100% من الشحن.